المحور الثالث اللي ترتكز عليه العلاقات المغربيه البحرينيه هو محور العلاقات الاقتصاديه، وهنا ممكن نسجل تواضع حجم ومستوى هذه العلاقات مقارنه بمستوى العلاقات السياسيه. التبادل التجاري لا يتجاوز حجمه مبلغ 120 مليون، ولكن هناك جهد وعمل من الجانبين لرفع هذا المبلغ إلى 5 أضعاف المفروض يكون عليها في الوقت الراهن، ونحن نطمح أنه يكون أعلى بكثير حتى من مليار دولار. حنشوف ما يخص التبادل التجاري والشق كذلك المتعلق بالاستثمار والشق المتعلق يعني بقطاع السياحة، هادو يعني أبعاد مهمة في مجال العلاقات الاقتصادية اللي احنا مجال العلاقات الاقتصادية ومجال العلاقات ما بين البلدين اللي احنا نسعى إلى الارتقاء بها إلى شراكة، وممكن نرتقي بها إلى شراكة استراتيجية عما قريب.